إنه محل الخير أو الشر، والإيمان أو الكفر، والبصيرة أو العمى، واليقظة أو الغفلة، والهداية أو الضلال، واليقين أو الريبة، واللين أو الغلظة، والرأفة أو القسوة. احتل مكانة محورية في الفكر الديني والأخلاقي منذ فجر التاريخ، واعتبره العلماء والحكماء والفلاسفة جوهر الإنسان. إنه القلب، فهل هو مجرد مضخة دم؟ أم أنه أكثر من ذلك بكثير؟ على مر سنوات طويلة درس علماء الغرب القلب من الناحية الفيزيولوجية، واعتبروه مجرد مضخة للدم لا أكثر. وهذا المفهوم مخالف لقراءة النصوص في الكتب السماوية التي تعطي القلب موقعا مركزيا سياديا على فكر الإنسان ومشاعره وسلوكه. وقد ذكر القلب ومشتقاته في القرآن الكريم 148 مرة، أوضح الخالق فيها وظائف متعددة للقلب. القلب الذي يتدبر، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب الذي يعقل، فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القلب الذي يفقه، فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. القلب الذي يؤمن ويتيقن فيطمئن، فقال: قال أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. القلب الذي يخطط للمعصية، فقال: فيطمع الذي في قلبه مرض. القلب الذي يرينا الخالق قدرته عليه، فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. القلب الذي يكتم الحق، فقال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب الذي يحدد مآل الإنسان في آخرته، فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مع أن العقل بناء على الفهم السائد هو الذي يعقل ويفقه ويخطط، بل إن العقل هو مناط التكليف. لقد اتخذ الماديون من قضية محورية القلب هذه في الفكر الأخلاقي والديني منطلقاً للهجوم على الدين والتشكيك فيه، حيث إن المفاهيم العلمية السائدة كانت ترى أن جميع العمليات العقلية والفكرية والسلوكية والمشاعر يوجهها الدماغ، وليس القلب إلا مضخة للدم. ولكن في العقدين السابقين بدأنا نكتشف أن القلب أكثر من مجرد مضخة للدم، وأن العلاقة بين القلب والعقل سيادية متبادلة. فماذا يقول العلم؟ وماذا قال القرآن قبل أكثر من 1400 عام؟ قام الدكتور أندرو أربر، أحد مؤسسي علم أعصاب القلب، في عام 1994 بمفاجأة العالم بقوله: إن للقلب جهازاً عصبياً خاصاً يستحق أن يدعى المخ الصغير، وهو يتكون من حوالي 40,000 خلية عصبية، ويستخدم نفس الناقلات العصبية التي يستخدمها المخ، بل ويستطيع تنظيم أداء القلب بمعزل عن الدماغ. وهذا ما يحدث بالفعل في المرضى الذين تجرى لهم عمليات نقل القلب، والتي يتم فيها قطع الأعصاب التي يتواصل بها المخ مع القلب. لقد أثبت العلم أن القلب يتواصل مع الدماغ بآليات أربعة. الآلية الأولى كهرومغناطيسية، فكل خلية من خلايا القلب العضلية لها مجال كهرومغناطيسي يمكن تسجيله من أي مكان من جلد الإنسان باستخدام تخطيط القلب الكهربائي، وتبلغ شدة هذا النشاط 60 ضعفاً من شدة النشاط الكهربائي للمخ. أما الآلية الثانية فهي عصبية، فالمخ يتحكم في تنظيم عمل القلب من خلال الجهاز العصبي اللا إرادي،
حيث تنتقل التعليمات من المخ إلى القلب، ولكن أثبت حديثاً أن هناك إشارات غزيرة تنطلق في الاتجاه المعاكس من القلب إلى المخ عن طريق نفس الجهاز العصبي اللا إرادي إلى أهم أجزاء الدماغ الأميغدالا والثالاموس، وهي المسؤولة عن التنسيق بين المشاعر والوظائف العقلية. والآلية الثالثة ميكانيكية، حيث يحتوي الأذين الأيمن للقلب والشريان الأورطي على مستقبلات ميكانيكية للتحكم في معدل ضربات القلب وكمية الدم المدفوع للقلب، وكذلك تؤثر على النشاط الكهربائي للمخ. أما الآلية الرابعة فهي كيميائية، حيث يفرز القلب 6 هرمونات تنظم بها عمل غدد رئيسية في الدماغ، وتكون بروتيناً مسؤولاً عن حماية الخلايا العصبية في الدماغ. يقول المؤلفان بروس وديفيد ماكارثر في كتاب القلب الذكي: مع كل نبضة لا يدفع القلب دفقة من الدم فقط، وإنما يبعث برسائل عصبية وهرمونية وميكانيكية وكهرومغناطيسية إلى الدماغ محملة بكثير من المعلومات. فإذا كانت نبضات القلب في توافق عال، فإن هذه المعلومات ستصل إلى الدماغ لتحسن وظائف القشرة المخية السلوكية والذهنية والفكرية والنفسية، مما يؤدي إلى صفاء عقلي ونفسي وقدرة أعلى على وزن الأمور واتخاذ القرارات وتفجير الطاقات الإبداعية في الإنسان. يؤكد أطباء القلب في كل من جامعة ييل ومعهد هارتمان بولاية كاليفورنيا أن القلب جهاز فائق التعقيد، بل هو أكثر أجزاء الجسم تعقيدا وأكثرها دقة وغموضا، وأنه يتحكم في المخ أكثر مما يتحكم المخ فيه، ويرسل إليه المعلومات أضعاف ما يتلقى منه. وللقلب القدرة على التفكير والانفعال والشعور والعاطفة وتخزين المعلومات القريبة والبعيدة في ذاكرة تشبه ذاكرة المخ. وهذا ما يؤكده البروفيسور جيري شوارتز والدكتورة ليندا روسك، حيث يعتقدان أن للقلب طاقة خاصة يتم بها تخزين المعلومات ومعالجتها أيضا. فالذاكرة ليست فقط في الدماغ، بل قد يكون القلب محركا لها ومشرفا عليها. وقد قام البروفيسور جيري شوارتز وزملائه في جامعة ييل بأبحاث ودراسات دقيقة ضمت أكثر من 300 حالة زراعة قلب، فاتضح لهم أنه عند نقل قلب من إنسان إلى إنسان آخر، فإن القلب المنقول يأخذ معه من الذكريات والمواهب والعواطف والمشاعر والهوايات وتفاصيل حياة الشخص الذي أخذ منه القلب، والتي تبدو غريبة كل الغرابة عن صفات الشخص الذي تم نقل القلب إليه. وقد نشرت نتائج بعض هذه الأبحاث في ورقة الشهيرة عام 1999 في مجلة الطب الباطني. في إحدى هذه الحالات توفي شاب عمره 18 عاماً في حادث سيارة، وكان هذا الشاب يتمتع بملكتي الشعر والغناء، وتم نقل قلبه لفتاة في نفس عمره. وبعد زراعة القلب أصبحت هذه الفتاة عاشقة لنفس نوع الموسيقى، بل وقادرة على إكمال أبيات شعر للميت لم تسمعها من قبل. وفي حالة أخرى كان متبرع فيها طفلة عمرها 3 سنوات، والمتلقي طفل عمره 9 سنوات ولا يعرف شيئا عن المتبرعة ولا كيف ماتت، ولكن بعد زراعة القلب أصبح يخاف من الماء بعد أن كان يعشق السباحة ولا يعرف تفسيرا لذلك. وبعد مراجعة الأطباء والعودة إلى تاريخ صاحبة القلب المتبرع، فوجئ الجميع أنها قد ماتت غرقا. وقد كتبت كلير سيلفيا بعد أن تلقت زراعة قلب ورئتين عام 1988 كتابا بعنوان تغيير في القلب، وصفت فيه التغييرات التي طرأت عليها من سلوك وعادات وهوايات وتغير في الرغبات والذوق، مثل حبها للدجاج المقلي بعد أن كانت تكرهه. وقد وجد أن المتبرع كان يعشق نفس النوع من الدجاج، وما زالت الدراسات متواصلة للتحقق من هذه الظواهر ودعمها بالدلائل والقرائن للتأكد من صحتها. تفسير هذه الظواهر وغيرها
أن قلب الإنسان ليس مجرد مضخة للدم، وإنما أودع الله هذا القلب برامج تستقبل المعلومات، وكلما نسمع ونرى تخزنه في هذا القلب، والذي يصدر أوامره للدماغ ليقوم بأداء مهامه. وجمع ابن القيم بين القلب والعقل بطريقة جميلة فقال: الصواب أن العقل مبدأه ومنشأه في القلب، ومزرعه وثمرته في الرأس. وهذا ما أكده أينشتاين بقوله عن علاقة القلب بالدماغ: القلب هدية قدسية ربانية، وأما الدماغ فهو الخادم المطيع له. ولذلك عندما يرضى القلب ويحب فإنه يأمر العقل فلا يرى إلا حسنا، وعندما يبغض القلب فإنه يأمر العقل فلا يرى إلا بغضا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. هل هذا يفسر كيف أن كل ما يراه الإنسان ويسمعه ويقوله ويفعله يطهر قلبه ويزكيه، أو يشتبع عليه كالران الأسود فيطمسه ويعميه؟ يقول الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هل هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ هنا أفهم قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع الشهداء يوم اللقاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.